وللمسلمين أطباء، وللمسلمين أطباء، وللمسلمين أطباء مع نجوى جراي. ابن أبي جزلة. ابن أبي جزلة هو طبيب عربي مسلم من بغداد، درس الطب على سعيد بن هبة الله طبيب الخليفة العباسي المقتدي بأمر الله. كان ابن جزلة يطبب أهل بلده ومعارفه بغير أجر، ويحمل إليهم الأشربة والأدوية بغير عوض، ويتفقد الفقراء ويحسن إليهم. عاش في القرن الحادي عشر ميلادي، ولم تحدد الموسوعات أو كتب تاريخ العلوم عام ميلاد لها، ومن المعروف أنه ولد في بغداد ونشأ بها، وتعلم علوم اللغة والمنطق والكلام، ودرس الطب على يد الطبيب العشاب، وصار طبيباً من أطباء الخليفة العباسي المقتدي بأمر الله. أثناء دراسته للطب أعانه قاضي بغداد الحنفي على العيش، فعينه نساخاً بدار الحكمة. وكان ابن جزلة يسكن بمدينة الكرخ، وعندما صار طبيباً كان يطبب أهله ومعارفه وأصدقائه، فقد كان يرى أن الطب مهنة إنسانية لمساعدة الفقراء. كان ابن جزلة إمام الطب في عصره، وقد تجلت إسهاماته الطبية في وضع جداول تشتمل على شروح وافية عن كل مرض، كما استعرض أنواع الأوبئة والأمراض وأوقات ظهورها، ثم البلدان التي تنتشر فيها، وطرق تشخيصها، وكيفية علاجها. وقد اتبع طريقة منتظمة في متابعة أعضاء جسم الإنسان وأمراضها، ووضع ذلك في جداول تسهل على المثقف العادي في عصره استعماله في العلاج، كما ربط في الجداول بين حالة المريض النفسية والاجتماعية ونوع المرض الذي قد يصيبه. فكانت تلك الجداول من أوائل الجداول التي ربطت بين علم الطب والاجتماع وعلم النفس. كان ابن جزلة من الصيادلة المشهورين في بغداد، وقد أسهم في هذا الميدان من خلال وصف العقاقير والأعشاب والأدوية وكل ما يستعمله الإنسان في التطبب من لحوم ونباتات ومستحضرات كيميائية. من أهم إسهاماته التي نشأت لتخصصه في الأمراض الجلدية، وبخاصة علاج أمراض الرأس الجلدية مثل الثعلبة والقرع وجميع قروح أمراض الرأس، كما أن له اهتمام خاص بطب الأطفال، مما يتميز به ابن جزلة في ميدان العلاج أنه كان يؤمن بأهمية الموسيقى في شفاء الأمراض والوقاية منها. وقد قال في هذا الشأن: إن موقع الألحان من النفوس السقيمة مثل موقع الأدوية من الأبدان المريضة. وللمسلمين أطباء، وللمسلمين أطباء، وللمسلمين أطباء مع نجوى جراي.